بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنذكر في هذا المساء بإذن الله الدرس الثالث من دروس متن العمدة، وهو في باب مفسدات الصوم. والمفسدات هي مبطلات الصوم. وذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي يفسد الصوم والذي لا يفسده، ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل أو العكس أو شك، فأكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل والعكس. والمفسدات التي ذكرها رحمه الله تنقسم أيضا إلى قسمين. قسم أربع مفسدات فيما يدخل إلى الجوف، وقسم خمس مفسدات ما يخرج من الجسد. ثم ذكر بعد ذلك ثمانية أمور لا تفسد الصوم، فقال: باب مفسدات الصوم. وذكر الله عز وجل ثلاث مفسدات في كتابه للصوم، وما بقية ما ذكره المصنف رحمه الله فهو إما بالسنة أو بالاجتهاد. والمفسدات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: الجماع والأكل والشرب كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا وغفر لكم ولنا ولوالديكم ووالدينا. ذكر المؤلف رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه باب ما يفسد الصوم. نعم، قال: باب ما يفسد الصوم، أي ما يبطله. واستطرد أيضا في الذي لا يفسده، واستطرد أيضا في الذي لا يفسده، ثم ذكر مسألتين: مسألة الظن والشك كما سيأتي. فقال رحمه الله: من أكل أو شرب. نعم، من أكل، يشرع هنا رحمه الله في ذكر المفسدات التي تدخل في الجسد. المفسد الأول قال: من أكل، لقوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل على أن الأكل والشرب مأذون فيهما قبل طلوع الفجر وبعد مغيب الشمس، فدل على أن ما بينهما، أي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، يحرم فيه الأكل أو الشرب. هنا قال: من أكل. وكذا الحكم فيما كان ما هو في حكم الأكل، مثل الإبر المغذية، فهذه تفطر. أما الإبر غير المغذية كالإبر التي عن مرض السكر ونحو ذلك مما لا تغذية فيه، هذا لا يفطر، ليس في معنى الأكل أو الشرب. والمفسد الثاني قال: أو شرب. الشرب أيضا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا. ويدخل في الشرب ما هو في معناه، فمثلا شرب الدخان من المفطرات لأنه في معنى الشرب، فهو يفتر الجسد، أي يؤثر فيه بقوته أو ضعفه. وأما ما لا تأثير فيه مثل بخاخ الربو للأنف فإنه لا يفطر، لأنه ليس في معنى الأكل أو الشرب. وأما العطورات فما كان منها من الأشياء الطيارة فهذه لا تفطر، وهي التي تصدر الرائحة من بالبخ،
فهذه لا تفطر. والبخور الأحوط عدم تعمد شمه، لكن لو شمه المرء لا يفطر، ولو دنا منه وشمه عمدا لا يفطر، ليس بمعنى الأكل والشرب، ولكن الأحوط له أن يبتعد عن البخور. إذن العطورات النفاثة لا تفطر، والبخور لا يفطر أيضا، لكن الأول الابتعاد عنه لأنه لا يغذي البدن. نعم. أحسن الله إليك. قال: من أكل أو شرب أو استعطى. أو استعطى، هذا المفسد الثالث مفسدات الصوم. أو استعطى أي أدخل الدواء عن طريق أنفه. فعند المصنف رحمه الله أنه من المفطرات لأنه يصل إلى الجوف، فهو في معنى الأكل والشرب. الراجح أن قطرة الأنف لا تفطر لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، ومن باب أولى قطرة العين والأذن لأنها لا تصل إلى الجوف. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطى واحتجم، لكن في غير رمضان، فدل على أن الصعوط وهو وضع الدواء في الأنف أمر مشروع، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بمواد سائلة أو بمواد نفاثة تصل إلى الدماغ، يعني سواء وصلت إلى الجوف أو إلى الدماغ. نعم. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعطر بالبخور، بما في صحيح مسلم عن نافع رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر استجمر وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالألوة. قال: رأيته يستجمر بالألوة، والألوة هي البخور. قال: وأحيانا يستجمر مع الألوة بالكافور. فدل على أن البخور له أصل شرعي، بل فعله النبي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وأما المسك فكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من المسك، حتى قالت عائشة: رأيت وبيص المسك يجري في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضعه على رأسه ومن كثرته يسيل. وقال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك. نعم. نعم. النقض الرابع قال: أوصل إلى جوفه شيئا من ذلك. ومعنى هذا أن كل ما وصل إلى الجوف على قول المصنف من أي موضع كان، سواء عن طريق الحلق مثلا أو عن طريق الأذن أو عن طريق الوريد ونحو ذلك، فعلى قول المصنف أنه يفطر. وسبق لكم التفصيل في ذلك، إذا كان ما وصل إلى الجسد من غير موضع الأكل والشرب، من غير موضع الفم، إذا كان مغذيا للجسد يفطر، وإذا كان غير مغذي للجسد فإنه لا يفطر، مثل الأنسلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. نعم. مثل أيضا لو وضع المريض، لو وضع في شرجه شيئا فإنه لا يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو استقافق، هذا هو النوع الثاني من أنواع المفطرات التي تخرج من الجسد، وهي خمسة أنواع. النوع الأول أو استقافق. أحسن الله. قال: أو استقافق. استقاء يعني تعمد إخراج الطعام من فمه فخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فقاء فسد صومه، ومن درعه القي عمدا فقاء فسد صومه.
ومن ذرعه القي لم يفسد صومه، يعني إن تعمد إخراج الطعام من البدن يفسد صومه، وإذا لم يتعمد خرج بغير إرادته فإن صومه لا يفسد، للحديث السابق. والعلة في ذلك وإن كان ليس في معنى الأكل والشرب، وإنما جعلوه مفسداً من مفسدات، لأنه يضعف البدن. فأهل العلم قسموا المفسدات في جملته إلى قسمين: قسم يقوي البدن هذا يفسد، وقسم يضعف البدن كما سيأتي الحجامة والقي. فإذا كان فيه ضرر على المسلم حكموا بإفساد صومه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القي لا يفسد سواء كان عمدا أو غير عمد لضعف الحديث، لكن من تعمد القي وضعف جسده عن ذلك فإنه يفطر، لكن لو خرج منه شيء يسير لا يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: أو استقاء فقاء أو استمنى. نعم. هنا يذكر الأمر الثاني، وهو خروج المني بأحد ثلاثة أمور: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى. يعني إذا خرج منه المني بأحد هذه الأمور الثلاثة فإنه يفسد صومه. استمنى يعني طلب خروج المني بنفسه أو عن طريق زوجته أو أمته فإن صومه يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فمن أخرج المني لم يدع شهوته لله عز وجل بل تمتع فيفسد صومه. والنوع الثاني من خروج المني أو قبل، فلو قبل زوجته وخرج المني يفسد صومه لأنه لم يدع شهوته لله. وإذا قبل ولم ينزل فلا يفسد صومه، الحديث عائشة رضي الله عنها أن مسلم كان يقبل وهو صائم، فقالت: وكان أملككم لإربه، يعني كان يملك شهوته فلا يقع في المحذور. فإذا كان المقبل يخشى منه الوقوع في الوطء فإنه يحرم في حقه لأنه وسيلة إلى محرم، وإذا كان لا يخشى من ذلك كالشيخ الكبير ونحوه فله أن يقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث قال: أو لمس، يعني لو لمس زوجته أو غير زوجته فأمنى يفسد صومه. واللمس سواء كان باليد أو كان بالوط بالإلاج فإنه يفسد صومه. ثم بعد ذلك قال: أو أمدى، أيضا لو فعل هذه الأمور الثلاثة: استمنى فخرج المذي، على قول المصنف أن خروج المذي يفسد الصوم، والراجح أنه لا يفسد الصوم، وإنما الذي يفسد الصوم هو المني لأن به تمام الشهوة، أما المذي فهو مقدمة للمني، والمذي ماء لزج يخرج عند مقدمات الشهوة. والحكمة في ذلك لكي يرطب مجرى المني وكذلك يرطب فرج المرأة تمهيداً لوصول المني إلى رحم المرأة، هذا من حكمة الله عز وجل في ذلك. فلو خرج المني من غير مذي فإنه يكون فيه مشقة في الخروج، فوضع الله عز وجل خروج ذلك. فعلى قول المصنف لو طلب خروج المني لكن خرج المذي فقط يفسد الصوم، ولو قبل زوجته أو أمته أو رجلا ونحو ذلك فأمذى فقط أيضا يفسد الصوم، أو لو لمس أيضا يفسد الصوم. وسبق لكم أن الراجح أن خروج المذي
لا يفسد الصوم، لأن الشهوة لا تتم إلا به، للحديث السابق يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو كرر، نعم، أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى. نعم. أو كرر، أو كرر النظر حتى أنزل. نعم. أو كرر النظر حتى أنزل، هذا الناقض الرابع، يعني لو كرر النظر إلى رجل أو امرأة أو صورة ونحو ذلك فأنزل المني أو المذي فإن صومه يفسد، والراجح أنه لا يفسد، وإليه ذهب شيخ الإسلام، لأنه لم يتعمد إخراج بدنه بشيء من جوارحه الملموسة، وإنما بالنظر، وبعض الناس ينظر ولا يخرج منه المني، وبعضهم ينظر ويخرج منه المني، فمن خرج منه المني بالنظر فهو على غير طبيعة الناس، فلا يفطر، فلا يفسد صومه بخروج المني إذا كرر النظر، لكن لو وضع يده على عضوه فأنزل يفسد الصوم. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أو احتجم، قال رحمه الله: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه. نعم. فسد. أو احتجم، الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسد، وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في أعلى رأسه، يعني احتجم من هنا، وهذه الحجامة التي على الرأس هي أنفع أنواع الحجامات، فإنها تطهر الدماغ، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجم أيضا في أعلى ظهره، واحتجم أيضا على كتفه الأيمن وكتفه الأيسر، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة مواضع للحجامة، وهي نوع من العلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء أمتي، وذكر الحجامة، فهي من أنواع الشفاء. فلو أن الصائم احتجم يفسد صوم الحاجم، وهو الذي يفعل الحجامة إذا كان بالآلات القديمة، وهي أن يضع الآلة في فمه ويسحب الدم، لأن خشية أن يدخل لجوفه شيء من الدم. أما في الآلات الحديثة بالسحب اليد فإن الحاجم لا يفطر، لأنه لا يصل لجوفه شيء من ذلك. وأما المحجوم وهو المريض أو الذي يريد أن يفعل ذلك فإنه يفطر، لقوله سلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والحجامة تفعل للتداوي وتفعل للوقاية، للتداوي مثل ألم الرأس أو في القدم ونحو ذلك تفعل، وتفعل أيضا للوقاية، فالمسلم أو الإنسان عامة أن يحتجم ولو لم يشعر بمرض، فهو وقاية لأسباب المرض القادم لا سمح الله في ذلك. أحسن الله إليك. والسبب في إفطاره لأن الصائم يضعف بدنه بسبب خروج هذا الدم. نعم. بل إن بعض الناس إذا كثرت عليه الحجامة يحصل له الإغماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عامدا ذاكرا. نعم. لصومه فسد. المفسدات السابقة ذكر المصنف رحمه الله في إفسادها للصوم شرطين: عامدا وذاكرا. عامدا يعني متعمدا الأكل والشرب وإخراج المني، ومتعمدا الحجامة ونحو ذلك، فإذا لم يكن متعمدا
مثل لو أن شخصا نائم وهو نائم فتح فمه فأتت قطرات وهو نائم فدخلت في فمه من ماء لا يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك، والله عز وجل قال ولكن ما تعمدت قلوبكم. والشرط الثاني قال ذاكرا لصومه، يعني أن الناس فيما تقدم لا يفسد صومه، فمن أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فإن صومه لا يفسد ويتم صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله عز وجل وسقاه. ولكن يجب على من يراه أن ينبهه لذلك، لأن هذا منكر وهو الفطر في رمضان، فينبهه لذلك ومن باب النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قل لمن يصلى الله ورسوله ثوائم المسلمين وعامتهم، فينبه لذلك. ولحديث أبي سعيد من رأى منكم رفل غير بيده إلى آخره. وأيضا شرط ثالث لم يذكر المصنف، وهو أن يكون عالما بأن الأكل مثلا يفطر أو الشرب يفطر أو أن طلوع الفجر لا يفطر، وإنما الذي يبدأ الصوم من طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إن وسادك إذن العريض، لأن كان يظن أنه إذا ظهر له السواد والبياض في الخيط فأخذ من ظاهر الآية يبدأ وقت الإمساك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، يعني سوف تنام كثيرا حتى يخرج الفجر وزيادة. فمن كان جاهلا بالحكم لا يفسد صومه. والله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا إذا كان جاهلا بالحال كما سيأتي في آخر الفصل بإذن الله، مثل إذا ظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ومثل أيضا قبل الغروب مثلا بعشر دقائق سمع صوت مذياع يؤذن لصلاة المغرب وظن أنه مسجد حي، ظن أنه مسجد حيه، فتبين أن هذا تسجيل أو لبلد آخر لا يفطر. الحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا في سفر فأفطرنا فطلعت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأيضا شرط الرابع لم يذكره المصنف، وهو أن يكون مختارا للفعل الأفعال السابقة، يأكله مختار وضده المكره، فلو أكره شخص على الأكل لا يفسد صومه، وكذا لو أكره على الشرب، وكذا على قول المصنف لو أن رجل أخذ آخر وهو صائم وأدخل قطرة في أنفه لا يفطر، لأنه مكره على ذلك الفعل. وأيضا شرط لم يذكر المصنف لكنه سبق في أول الباب، وهو أن يكون مقيما، فللمسافر أن يفعل مثل هذه الأفعال. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، بناء على ما الشرطين السابقين عالما ذاكرا، فإن فعله ناسيا لا يفسد الصوم. الله يقول عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، يعني لا نؤاخذ الناسي. أما غير الناس كما سيأتي مثل حديث النفس يفكر فيمني ونحو ذلك لا يفسد صومه، لأن الله عز وجل لا يؤاخذنا بحديث النفس كما أخبرنا سلم. نعم قال رحمه الله وإن طار إلى حلقه ذباب. نعم الآن يذكر أمورا لا تفسد الصوم، وذكر رحمه الله ثمانية أشياء
لا تفسد الصوم، وذكرها وإن كانت الأشياء التي لا تفسد الصوم كثيرة، ولكن ذكر ثمانية مما قد يتوهم فيه بعض الناس أنها تفسد الصوم، فذكرها لإزالة اللبس. نعم. قال رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب. نعم، إذا طار هذا الأمر الأول، لو طار إلى حلقه ذباب لا يفطر لأنه خارج عن إرادته، مثل لو شخص فاتح فمه ثم دخل ذباب لا يفسد الصوم. نعم. أحسن الله إليك. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. نعم، أو طار إلى حلقه غبار من غير إرادته لا يفسد الصوم. أما لو تعمد استنشاق الأدخنة، فإذا كانت فيها معنى الأكل والشرب مثل التدخين فيفسد الصوم كما سبق، وإذا كانت ليس لها ذلك فلا تفسد الصوم. نعم. قال رحمه الله: أو تمضمض. يعني مثلا لو شخص قبل مثلا في البرية ويريد أن يصنع طعاما فيجمع حطبا ويخرج دخان، فيجمع أهل العلم أن الدخان هذا لو تساقط إلى أنفه أو إلى حلقه لا يبطل الصوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو تمضمض. نعم، أو تمضمض لا يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على المضمضة لا تفسد، أي أن الشيء المتبقي في الفم من الماء لا يفسد الصوم حتى لو أكثر الشخص من المضمضة لا تفسد الصوم. مثل لو أن شخصا فمه لاقى مشقة شديدة من الظمأ فعود المضمضة عدة مرات ما تفسد الصوم، وبناء عليه فرشة الأسنان في رمضان لا تفسد الصوم، ومن باب أولى السواك لحديث أبي برزة رضي الله عنه كان مسلم يتسوك وهو صائم، حتى ولو بقي شيء في فمه من طعم المعجون فلا يفسد الصوم. فباتفاق أهل العلم أنه يجوز لمن يصنع الطعام وهو صائم أن يتذوقه، هل هو مالح أم لا، لأن هذا لا يغذي الجسد شيء يسير، وكذلك المتبقي من الفرشاة ليس فيها معنى الأكل أو الشرب فلا تقوي البدن ولا تزيده قوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو تمضمض أو استنشق. نعم، أو استنشق كذلك، الاستنشاق لا يفطر إلا إذا بالغ الشخص فيه فنزل إلى جوفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، والمبالغة في الاستنشاق مستحبة في الصيام وغير الصيام، لكن في الصيام لا يبالغ المرء فيها. نعم، وهذا من محاسن الدين، فلا تجد ديانة يشرع فيها غسل الأنف، غسل داخل الأنف في اليوم عدة مرات سوى دين الإسلام، ولا يوجد في أي دين من الأديان يمسح أعلى الأذن وداخل الأذن إلا في دين الإسلام، فديننا دين النظافة، بل لا يوجد دين أيضا يأمر بغسل أسفل القدم حتى والناس لا يرونه سوى دين الإسلام، فديننا دين العظمة والكمال والنظافة والإحسان للناس وللنفس، فيجب علينا أن نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام العظيمة، فكم من أمر شرع لنا من الأحكام الفقهية لكن أحكامها لكن فوائدها الصحية والطبية لا تحصى، ومن ذلك الصيام، فمثلا أهل الطب قرروا أن الكبد تحتاج إلى شهر كامل في العام حتى تنظف ما بداخلها، ويكون ذلك بالصوم. نعم. قال رحمه الله:
أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. نعم، لكن إذا لم يصل إلى حلقه ماء فلا يفسد صومه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو فكر فأنزل. نعم، إذا فكر فأنزل يعني منيا لا يفسد صومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أن لا يؤاخذ الله عز وجل، لا يؤاخذكم الله بما حدثت به أنفسكم، لكن لا يؤاخذكم بما في أنفسكم ولكن بما تحدثت به أو عملت. فمجرد الفكر لا يفسد الصوم لو خرج المني، حتى مجرد الفكر خاطرة في إفساد الصلاة ونحو ذلك لا يفسد، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لأن الشيطان قد يتخطف المسلم ببعض الخطرات، فرتب الدين أن ذلك لا يضر في العبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق، حتى يقول من خلق الله، فإذا رأى أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينفث عن يساره ثلاثا. فدل على من خطرات لا يؤاخذ بها الإنسان، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله. نعم، أو احتلم. أو قطر في إحليله، الإحليل هو مجرى البول، فلو وضع علاجا في مجرى بوله وأدخله لا يفطر، لا يفطر بذلك. ومنه إدخال المنظار سواء عن طريق مجرى البول، أو إدخال المنظار الطبي عن طريق الفم، أو عن طريق الأوردة ونحو ذلك، لا تفسد الصوم، لأن ليس فيها معنى الأكل أو الشرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو احتلم. نعم، أو احتلم لا يفسد لا يفسد الاحتلام الصوم، لأنه خارج عن إرادته، والله عز وجل ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا خطأ لكنه معفو عنه لأنه خارج عن إرادة الإنسان. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قالوا عن النائم حتى يستيقظ. فالنائم لو تكلم بكلمة الكفر لا يكفر، لأنه زائل عقله. وكذلك النائم لو احتلم لا يفسد صومهم. نعم، قال رحمه الله: أو ذرعه القي لم يفسد صومه. نعم، أو احتلم أو ذرعه القي، يعني خرج الطعام من داخل جوفه بغير إرادته لا يفسد الصوم، يعني ليس بإرادة الإنسان، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن كل ما ليس في إرادتنا لا نؤاخذ به. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا. نعم، الآن انتهى من الأمور التي تفسد، عددها ثمانية، التي تفسد عددها ثمانية، والتي لا تفسد التي تفسد عددها تسعة، والتي لا تفسد عددها ثمانية، والتي تفسد بإدخال شيء للجوف عددها أربعة، وبإخراج ما في الجسد وعددها خمسة. شرع بعد ذلك في مسألتين: مسألة الظن والشك. الظن هو ترجيح أحد الأمرين، مثل، والشك التردد بين أمرين ولا مرجح بينهما، مثل لو قال شخص: ذاك رجل بعيد لا أعلم هل هو زيد أم ليس بزيد، هذا هنا شك. وغلبة على الظن رأى شخصا يشبه زيد فقال الآخر: هذا زيد، فلما دان منه تبين أنه غير زيد، فهو غلب على ظنه أنه زيد. فعندنا مسألتان: غلبة الظن والشك. الشك وجوده كعدمه، فاليقين لا يزول بالشك،
وهذه قاعدة فقهية من القواعد الكلية في الفقه. والدليل على ذلك المسلم قال: لا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني الشك لا يلتفت إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى أربعا أو خمسا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وكذا لو أن الطائف يطوف فشك هل هي أربعة أم خمسة، الشك الذي طرأ إليه هي أربعة لكن طرأ عليه أنها خمسة، يطرح الشك. وهكذا. وأمثلتها في الصيام: لو أن شخصا قبل الفجر شك أنه أذن، لا تنظر للشك، الأصل بقاء الليل، فلو أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وكذا لو أن شخصا قبل غروب الشمس شك أن الشمس غربت، شك شكا أظلم النهار يسيرا، فشك أن الشمس غربت فأكل، هنا يفسد صومه، فالشك لا نلتفت إليه ونبقي النهار. فهذه مسألة الشك. مسألة الظن نجعلها في حكم اليقين. فلو قبل الفجر ظن أن الفجر خرج وهو في البرية فأكل وشرب، هنا يفسد صومه. وكذا في آخر النهار ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب وشرب، لا يفسد صومه، لأن لما قال ظن أن الشمس غربت يعني تيقن في حكم اليقين أنها غربت. فإذا أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا فإن صومه لا يفسد. دليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدخلت الشمس في غيم فأفطرنا ثم طلعت الشمس، يعني ظنوا أن الشمس غربت. قالت: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. لذلك ذكر المصنف رحمه الله أمرين، ولهذا بعض طلبة العلم لا يفرق بين المسألتين الظن والشك، فيجعلهما شيء واحد، فيجعلهما شيئا واحدا، وهي تختلف. الظن في حكم اليقين نجعله، والشك نجعله في حكم العدم. نعم. قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. نعم، أكل يظنه ليل فبان النهار فهنا يقضي. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. لأن الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. وما ذكره المصنف في مسألة الظن قول مرجوح. نعم. قال رحمه الله: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. نعم، يعني قبل المغرب شك أن سمع أذان، سمع أذان فشك أنه أذان، ليس لم يغلب على ظنه ولم يتيقن فأكل، هنا يفسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يخرج هذا النهار إلا بيقين، فلا يخرج بالشك. هذا أمر. الأمر الآخر، القاعدة المتفق عليها، أن الشك لا يلتفت إليه بعد أداء العبادة مطلقا، لأن يكون هناك مدخل للشيطان على المسلم. مثل لو شخص صلى الظهر وانقضى وانتهى وهو جالس قال: والله أنا شك هل صليت أربع أو ثلاث أو ما صليت، وما دام انقضت العبادة لا نلتفت للشك، وإنما ننظر إلى الشك إذا حدث في ذات العبادة، مثل وهو يطوف شك ست أو سبع، لكن إذا انتهى من الطواف أنا شكيت طفت ست أو سبع لا يلتفت للشك. وهذه قاعدة عظيمة، إذا أخذها المسلم في حياته كانت إغلاقا لباب عظيم من باب الشيطان في الشك في عباداته. والمسلم إذا انقضت عبادته
عليه ندعو الله جل بالقبول، إنما يتقبل الله المتقين. أما إنه يشك فيما تقدم هذا يضعفها عن أداء العبادة القادمة له. والله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب، يعني انتهيت من عبادة ابدأ بعبادة أخرى. أما الشك بعدها والوساوس ليست هذه من مقاصد الدين. أعوذ بالله. لنأتي إلى ختام هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.